أخبار اليوم. الأحمر وفي مدينة الغردقة تحديدا. بالنسبة للسيزون احنا في السياحة السيزون ما بينتهيش بانتهاء السنة، لكن هو احنا عندنا الموسم الشتوي كان بيبدأ من شهر نوفمبر او نوفمبر او من نص اكتوبر تقريبا، وده بيعتبر من يعني اتقل المواسم السياحية اللي بتعدي على البحر الأحمر او على المناطق الشاطئية سواء في الغردقة او في شرم الشيخ او في مرسى علم. بيبقى اعتمادنا فيه كبيرة ان احنا بنعوض فيه شوية الخساره، مش الخساره ولكن الشغل القليل اللي بيبقى في موسم الصيف او الفتره اللي قبلها. طبعا مع الاسف مع الحادثه اللي حصلت بتاعه الطياره الروسيه اثر معانا من ناحيتين. الناحيه الاولى ان هو السوق الروسي توقف تماما، وده كان بيمثل تقريبا اكثر من 50% من السياحه الوافده للمدن السياحيه الشاطئيه في مصر زي الغردقه وشرم الشيخ. الفنادق دلوقتي معدل اشغالاتها تقريبا بيتراوح من 15 ل 25% في الغردقه. هو بشكل او باخر مش هيرجع قبل راس السنه، لان هو طبعا برضو الاداره الروسيه او الحكومه الروسيه عايزه تقلل الطلب على الدولار، لانه كل ما بيزيد الطلب على الدولار عشان الناس تسافر بيأثر في العمله المحليه بتاعتهم وبيقلل قيمتها اكتر. فاعتقد انها هتعدي الفتره بتاعه الاحتفالات بتاعه راس السنه واعياد الميلاد، وبعد كده يتاخد قرار عوده السواح الروس لمصر. بنتمنى ان يكون في اقرب وقت ممكن طبعا، وربنا يسهل ان شاء الله. احنا مستعدين سعادات كامل ان احنا بكره الصبح نطلع من 20% ل 100% كل سعاداتنا بكل موظفينا، وقاعدين منتظرين السواح. على قدمنا افكار كتير جدا لكل المسؤولين على مدى الاربع سنين اللي فاتوا او الخمس سنين اللي فاتوا، ومن بعد الثوره مباشره لما لاحظنا كلنا ان الميديا بره بتصور مصر كلها حرب شوارع، بقيت الاوقات وبقيت المناطق كلها كانت امنه جدا. احنا كنا اقترحنا على المسؤولين سواء في وزاره السياحه او في المحافظه ان احنا نعمل قناه تلفزيونيه نسميها ايجيبت ناو. فكرتها انه تتحط كمحطه تلفزيونيه عاديه تترفع على الهوت بيرد او على الأقمار الصناعيه اللي بيشوفوها الناس في العالم كله، ونوري فيها كاميرات لايف، كاميرات بتشتغل عن طريق الانترنت بتوري الناس في العالم كله دلوقتي ايجيبت ناو او دلوقتي لايف الحياه عامله ازاي، الناس ماشيه في الشارع مبسوطه، الناس يعني بتقضي اجازاتها في الريزورتس بشكل طبيعي جدا جدا، الدنيا كلها هاديه، الشوارع ما فيهاش مشكله. نقاوم او نواجه الميديا اللي بتسوق صوره مصر بكل محافظاتها وكل مدنها قدام العالم الخارجي. مع الاسف الموضوع مع انه ما اعتقدش ان هو تكلفته هتبقى كبيره قوي كانشاء قناه تلفزيون، ولكن احنا مش عارفين لحد دلوقتي ايه السبب ليه حاجه زي كده ما اتعملتش. احنا بنحاول نزود المجهودات التسويقيه والمجهودات البيعيه، ولكن في الاخر احنا ما وصلناش للكاستمر او للعميل اللي خايف يجي. بنقول له بلدنا حلوه، لكن هو ستيل خايف يجي لانه بيصدق الميديا اللي بتتقال في بلده. لو شاف الوضع حاليا دلوقتي وقلنا له دي مصر دلوقتي في اللحظه اللي احنا بنكلمك فيها، وعملنا انترفيوهات مع الجست اللي موجود وقالوا احنا النهارده يوم كذا من الشهر الفلاني والساعه كذا واحنا في المنطقه الفلانيه ومبسوطين والدنيا لطيفه حوالينا ومفيش اي مشاكل في مصر ولا في الريزورتات ولا في شرم ولا في الغردقه ولا في اي حاجه، الكلام ده ممكن يكون فعلا يقطع بشكل نهائي اي حاجه بتتقال لان عايزه تيجي، ولكن بعد المسافه هو اللي بيأثر وبيقف عائق بين المواطن المصري اللي عايز يقضي يومين او ثلاثه في الغردقه او في شرم الشيخ ما بيعرفش. كنا طلبنا انه نعمل نربط بين القاهره والغردقه والاقصر واسوان عن طريق خط سكه حديد، نبداه الاول بشكل فردي زمن تقاطر، وممكن نعمل رحلتين بس في اليوم او ثلاثه، لانه ده هيختصر زمن الوصول من القاهره للغردقه، من بدل ما بياخد 6 ساعات او 6 ساعات ونص في الاتوبيس او في العربيه والسائح بيجي مجهد وتعبان، ممكن ياخد 2 أو 2.5 ساعات فقط من القاهره للغردقه. ده ممكن يشجع برضو سياحه الويك اند، او لو حد عنده يومين او ثلاثه اجازه يربط بين القاهره والغردقه، ولا برضو ممكن يربط بين الغردقه والاقصر، على اساس برضو نشجع سياحه اليوم الواحد بين الغردقه والاقصر، مش بس للسواح ولكن برضو للمقيمين والموظفين والناس اللي عايشين في الغردقه، ممكن خميس وجمعه يروح يقضيهم في الاقصر لو في قطر سريع، لانه الاتوبيسات برضو بتاخد حوالي 4 ساعات، الطريق لحد ما سيء، حوادث برضو الناس بتبقى خايفه منها جدا، قدامهم مساله الانتقالات عائق كبير جدا. طبعا مع ارتفاع الاسعار الجنوني والمبالغ فيه والمغالاه فيه بالنسبه لتذاكر الطيران عن طريق شركه مصر
مسرد الطيران، فده بيأثر طبعا على الفلو او التدفق السياحي على مدار السنه. والله هو فيما يبدو انه يعني قصه مصر الطيران دي عامله زي الصندوق الاسود، محدش عارف ايه اللي جواه، محدش عارف ليه الدنيا ماشيه كده. يعني لو هنيجي نقول انه اسعار الفيول او البنزين او يعني اللي بتتعامل بيها شركات الطيران على مستوى العالم موحده عالميا، فلما نيجي نلاقي انه تكلفه الطيران من القاهره للغردقه 35 دقيقه طيران بتتكلف حوالي 800 أو 900 جنيه، في حين ان انا 800 او 900 جنيه دي بركب بيهم من القاهره لاسطنبول او من الغردقه لاسطنبول مده طيران ساعتين و45 دقيقه او ساعتين و45 دقيقه تقريبا. فطبعا يعني لما نيجي نقارن 160 دقيقه ب 35 دقيقه بنلاقي انه سعر ال 35 دقيقه اغلى من سعر ال 160 دقيقه. طبعا الموضوع مش منطقي ومحدش عارف تفسيره ايه او حله ايه، ولكن احنا كلنا كسياحيين شايفين انه من احد اسباب تدهور السياحه في مصر هو عدم التعاون بين قطاع الطيران والقطاع السياحي. احنا في الفتره اللي جايه دي عندنا ثلاث احتفاليات، عندنا احتفال الكريسماس للسوق الاوروبي اللي بيبقى يوم 24، وعندنا راس السنه ويوم 31، وعندنا الكريسماس للسوق الشرقي بيبقى يوم 6 يناير. احنا طبعا في الثلاث ايام دول عاملين حفلات كبيره جدا في كل فنادق بتاعت مجموعه سان رايز، سواء في الغردقه او في شرم الشيخ، مع انخفاض برضو النسبه في شرم الشيخ، ومع ذلك برضو عاملين الحفلات بتاعتنا هناك بشكل طبيعي. بنحاول ان احنا نعمل شويه خطوات تشجيعيه للسائح الاوروبي سواء الشرقي او الغربي ان هو يجي يقضي معانا الثلاث احتفاليات دول عن طريق باكجز معينه بتخفيضات معينه بحفلات فيها برامج ترفيهيه متنوعه وغنيه جدا جدا. في نفس الوقت برضو بنعرض على السوق المحلي اسعار تنافسيه الى ابعد الحدود، وبرضو شامله حضور الحفلات الترفيهيه بتاعه الثلاث احتفاليات دول. احتفالاتنا في الايام دي بتبدا مش في الفتره المسائيه فقط، ولكن بتبدا من الساعه 9 او 10 الصبح. بنعمل يوم احتفالات كامل على البيتش او على حمامات السباحه، بنعمل مسابقات للاطفال ومسابقات للكبار والصغيرين وكل الاعمار، وبنعمل فقرات ترفيهيه برضو اثناء النهار الى ان يحين المساء. بيبدا الموضوع يختلف شويه، بياخد شكل كلاسيك، الناس بتطلع تلبس بقى الهدوم بتاعه الحفلات بتاعتها، وبنبدا برضو الحفلات بتاعه بعد الظهر من الساعه 6 لحد يمكن تاني يوم الساعه 4 او 5 الصبح، بكل ما ممكن اتخيله من الترفيه المختلف سواء مصري او سواء فقرات مصرية أو فقرات فنانين أجانب، موسيقى، مع طبعا المفاهات المميزة جدا في الثلاث احتفاليات دول، بحيث ان احنا نقدر نخلي كل الناس اللي جت تحتفل معانا بيبقوا مبسوطين، ونبدأ نبني زبون أو ضيف متكرر يجي لنا مرة واثنين وثلاثة واربعة. والله هو في الظروف العادية بتبقى الدنيا شغالة لحد نص يناير، وبتبدأ تريح شوية يناير وفبراير، وبعد كده تبدأ ترتفع من مارس مع دخول الأسواق اللي بتشتغل في الصيف زي البولندي وخلافه. هو الموضوع دلوقتي متوقف مع الأسف برضو على عودة السياحة الروسية، لأن زي ما قلت لحضرتك هي أكتر من 50% من السياحة الوافدة للمدن الشاطئية في مصر. أول ما هيتخذ القرار بالرجوع للسياحة الروسية لمصر تاني، أعتقد مش هيبقى في وقت كبير إن احنا نوصل بمعدلات إشغال توصل ل 70% أو 75% من الفترة اللي جاية. خاصة إن هو يرجع إمتى؟ الأوفرز متقدمة للسوق المحلي طبعا بشكل كبير، ومتقدمة للأسواق الأوروبية الغربية اللي هي شغالة معانا زي الانجليزي والالماني والبلجيكي. بنقدم الاسعار عشان نحاول نزود شويه كميه السياحه اللي وارده، خاصه زي ما قلت لحضرتك برضو انه الناس احنا بنقعد بنقابل ضيوفنا بيقولوا لنا احنا واحنا جايين مصر اصحابنا بيقولوا لنا انتوا اتجننتوا ازاي تروحوا مصر دلوقتي، مصر مش امان، مصر مش مستقره. بنحاول ان احنا نزود عدد السياحه الوافده من الدول اللي فاتحه معانا طيران لحد دلوقتي على قد ما بنقدر.